بمناسبة اليوم العالمي للمعلم زلنا للشارع باش نشوفوا ذكريات المواطنين ومواقفهم كذلك مع المعلمين أيام الدراسة. نشوفوا جميع. واحد النهار كان عندي عيد ميلاد، سمعتيني؟ كان عندي عيد ميلاد هكا وما أنا ما فهمتيني، ما عارفش بلي الأستاذ عارف عندي هذاك النهار عيد ميلاد. حتى تنجي في هذا مع 6 خارجين في الابتدائي، كنا تنقراو من 8 12 و6، خارجين مع 6 هكا ومشينا لقسم واحد آخر تلقاه داير لنا الحلوى ولي كاطو وداك الشيء ومناضة. داك الأستاذ فهمتي لحد الآن مازال تنشوفو، فهمتيني؟ كان هو تيقري تما كاينة العربية السادس، لحد الان مازال تنشوفو وهذا فهمتي، مابقاش واحد المحبه بداك لو جيست اللي دار وهذا. واحد الاستاذ ديال الاجتماعيات مزيانه، يعني هي اللي كتقول بحال هي الاستاذ اللي بقات لي في البال، زعما استاذه مزيانه وهادي، وكتعامل وكتوري كيفاش يعني كتدخلك الدروس بواحد الطريقه سهله وهادي وصافي، يعني كتدير لنا جوائز، كتجيب من فلوسها وداك الشيء وكتشري لنا جوائز زعما اللي جا الاول باش كتشجعك باش يعني باش عاوتاني تزيد من هنا لقدام. مشيت رواج دور بحال هكاك ولا اربع ايام، ما مشيتش للمدرسه فهمتي، كنسلس وكنتخبى على الوالده وكن فهمتي، هذا هو اللي كاين. الدخله اللي غادي ندخل فهمتي، الدخله اللي داخل، انا كانت في واحد القاعده كنت كنبريبار، يعني كنت كنوجد فهمتي، كنحضر المعلم ديما كنحضر ليه سميتو الدرس اللي غادي يعني غنخدموا فيه. داك النهار جيت انايا فهمتي، النهار اللي جاي بحال 3 ايام ما حاضرش للدرس فهمتيني، يعني شديت انايا سميتو التحضير ديال الدرس ديالي ديال الغد اللي غادي نجي غنخدم به. دخلت عند الاستاذ بحال هكا، حط لينا واحد باقي كنعقل واحد العمليه في سميتو في السبوره، اللي حط لنا بحال هكا انايا خرج ديك العمليه فهمتي. ناض هو بقى كيشوف ويقول لهم، قال القسم قال لهم كيفاش الدري هذا يلاه جا 3 ايام ما حضرش معنا في القسم وما حضرش المواد ديالو، كيفاش درتي فهمتي؟ يعني قلت له انا الاستاذ راه ديما كنجي محضر شنو كاين هادشي اللي كاين. بالك تنقرا بيت الاول، كاع بيت الاول باقي صغيور، وكان تيقول لنا المعلم قولوا الفلاح يزرع القمحه، فوالا وانا كان في راسي شي حاجه هذيك القمحه بدلتها فهمتي، هي اللي خرجت لي واحد الكلمه بشكل اراج دو سيزون في ساعه باقي فوالا، وكنت طلع صالح فوالا كنعقل عليها فوالا، وكانت مرحله زوينه. واحد لو بروف اللي طلعوا بخير ديال المات، كان ديال ماشي شنقول لك المعادلات الدوال وكذا، كان تيحبب لنا المات، لا ماتيغ كانت عندنا بحال شكل لو فوت، بحال شكل واحد لو ماتش تيغون بلاصي لك الارقام بلي جوار الطريقه، اصلا بحال لي بروف ملي خاص السيستيم ايديكاتيف ديالنا في المغرب تيحبوك لا ماتيغ. باغ كونت كانت عندي واحد البروف ديال الفيزيك اللي كرهتني فيه، تخلرت انني نبدل البرونش ديالي كاريمون. واحد النهار القاسم نوضتني استاذه بان نعاود واحد النكته، صافي عاود النكته بانت لي عادي وبان القاسم كامل ضحك، صافي استاذه تما مابقاش عزز عليها بان فهمت، تذكرني بهذيك الطريقه وبهذيك الجرأه باش طلعت وعاودت بهذيك النكته قدام الدراري وصافي. ولا زلت اتذكر استاذ الذي كان يعلمنا الحكمة، يعلمنا كيفية طرح سؤال، وهو أستاذ الرياضيات بالمناسبة نقدم له التحية، اسمه الكامل إسماعيل القرفعدي، كان أستاذ الرياضيات أول من أحبب إلينا كيفية فتح كتاب، سواء كان ذو طابع فلسفي أو ذو طابع أدبي أو ذو طابع علمي وبالأخص رياضي، كان يساند تلامذته وتلامذه بالنقود شراء الكتب، ومن منبر تنقدم ليه تحية من خلال منبركم الإعلامي.